جديد على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. حلقة اليوم مخصصة للحديث عن المديرية الجهوية لدرعا التفيلات، لتقريبكم أكثر من مؤهلات هذه الجهة ومن الشبكة الطرقية بهذه الجهة وكذا البنية التحتية، ولتقريبكم أكثر من جهة درعا التفيلات. يسعدني أن أرحب بالسيد مصطفى الحمداوي المدير الجهوي للتجهيز والنقل بجهة درعا التفيلات. أهلا وسهلا بك سيد الحمداوي. اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه. مرحبا وشكرا على اختياركم لهذه الجهه، الجهه الجديده التي تم يعني احداثها مؤخرا طبقا للتقسيم الجديد للمملكه. هذه الجهه اللي المساحه ديالها يعني من بين اكبر الجهات مساحه، حيث كتبلغ المساحه ديالها تقريبا زهاء 104 الف كيلومتر مربع، وساكنة يعني تفوق 1,630,000 نسمة طبقا للإحصاء الأخير ديال 2014. وللحديث عن الشبكة الطرقية بهذه الجهة يمكن الإشارة بأن هذه الجهة تحتوي على تقريبا 5,400 كيلومتر من الطرق المصنفة، منها 1,600 كيلومتر من الطرق الوطنية، وتقريبا 1000 كيلومتر من الطرق الجهويه و2800 من الطرق الاقليميه. نسبه التعبيد على مستوى الطرق بالجهه 100% بالنسبه للطرق الوطنيه، 86% من الطرق المعبده جهويا، ولكن بنسبه اقل على مستوى الطرق الاقليميه، حيث هذه النسبه ما كتعداش 50% من الطرق المعبده، يعني تقريبا زهاء 3700 كيلومتر من الطرق المعبدة على صعيد جهة درعا التفيلات. أكيد أن هذه المنطقة تحتوي على مؤهلات كبيرة، وبهذا الخصوص أكيد أنكم بذلتم مجهودات كبرى لتأهيل الشبكة الطرقية بهذه الجهة. ما هي المجهودات التي قمتم بها خلال الخمس سنوات الأخيرة لتأهيل الطرق بجهة درعا التفيلات؟ صحيح أن الدولة في شخص وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بذلت مجهودات جبارة من حيث يعني البنية التحتية الطرقية، كل ما يتخصص ما يخص خصوصا فك العزلة عن الساكنة القروية بهذه الجهة، ما يخص الحفاظ على الرصيد الطرقي بهذه الجهة، وبناء واحد نقاط الانقطاع يعني ببناء منشآت فنية جديدة. ويمكن القول في هذا الصدد بأن الوزارة أرصدت في هذه الخمس سنين الأخيرة من 2011 ل 2015 زهاء 6 مليار و200 ديال الدرهم، يعني منها تقريبا 1 مليار و900 مليون ديال الدرهم اللي مشات للبناء واعاده الهيك واعداد بعض الطرق، يعني كنسميوها توسيع الشبكه، وتقريبا الصيانه الطرقيه وملائمتها يعني تقريبا 1 مليار و700 مليون ديال الدرهم، و500 مليون درهم اللي تم يعني تخصيصها لانجاز المنشات الفنيه لحذف نقاط الانقطاع وتحسين مستوى الخدمه لمستعملي الطريق، و2 مليار و200 تقريبا في اطار شراكات بين الوزاره وبين باقي القطاعات الحكوميه، يعني اجمالا واحد 6 مليار و200 مليون ديال الدرهم التي تم رصدها لهذه الجهه. نعم. خلال هذه المدة الأخيرة. نعم. فيما يخص النقطة التي ذكرتموها التي تخص الشراكات، سمعنا أنكم تحضرون لشراكة لتأهيل الشبكة الطرقية المهيكلة بهذه المنطقة، تحدثوا لنا عن هذه الشراكة. صحيح أن بعد إحداث هذه الجهة، وهذه يعني وعلى غرار ما تقوم به وزارة التجهيز والنقل يعني من عقد اتفاقية شراكة يعني مع باقي الجهات التي يعني كتميز بواحد النقص يعني ولتدارك الخصائص بها، خصوصا لإعادة هيكلة الشبكة الطرقية المهيكلة، يعني نقوم الآن ونحن بصدد تهيئ لاتفاقية شراكة اللي كتجمع بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ومجلس جهة التفيلات بطبيعة الحال مع باقي الشركاء من مجالس إقليمية للأقاليم الخمس التي تكون الجهة وجماعات محلية المعنية. هذه الاتفاقية الشراكة يعني تقريبا غادي تهم إعادة الهيكلة للمحاور الاستراتيجية الأساسية
على صعيد الجهة نعم. وأهم بالخصوص نعم. تقريبا وتهم هذه الاتفاقية يعني إعادة إكالة ما يقارب 600 كيلومتر من الشبكة المصنفة وطنيا نعم. لربط الجهة يعني بباقي الجهات المجاورة نعم. وهيكلة 400 كيلومتر من الطرق ذات طابع جهوي يعني إجمالا 1000 كيلومتر من طرق المهيكلة بهذه الجهة ستدخل في إطار هذه اتفاقية شراكة بما يناهز واحد الكلفة ديال مليار و900 مليون ديال الدرهم والآن رحنا يعني في اللمسات الأخيرة وغندخلوا في راه يعني بطبيعة الحال غادي نعرضوها على الشركاء خصوصا المجلس الجهوي اللي درعها تافيلات يعني باش لأنه هو الشريك الأساسي يعني في هذه الاتفاقية وبطبيعة الحال الوزارة على أتم الاستعداد للرقي يعني بهذه الجهة وإعادة هيكلة شبكتها الطرقية وإدماجها. وما هو التاريخ المتوقع لانطلاق هذه الشراكة يعني؟ هو في الحقيقة بأن هذه الشركة سيتم الانتهاء والإبرام ديالها تقريبا قبل نهاية ولاية هذه الحكومة يعني الشروع الفعلي نعم. لهذه الاتفاقية يعني سيبدأ تقريبا بداية 2017. الدراسة الآن في بعض المحاور اللي حتما ستكون ضمن هذه الاتفاقية ترى سارية المفعول كإجراء يعني استباقي يعني كنتوقع إن شاء الله بأن البدء الفعلي غيكون في آخر نهاية 2016 إلى بداية 2017 نعم. إن شاء الله. وأكيد أن هذه الاتفاقية سوف يكون لها وقع كبير على الجانب السوسيو اقتصادي للمنطقة، فجميعنا يعرف المؤهلات التاريخية والثقافية والسياحية بالمنطقة وأنها تعرف توافد أعداد كبيرة من الزوار وسنة بعد سنة يعني تتزايد أعداد السياح بالمنطقة. أكيد أن هذه الاتفاقية سوف تساعد على ذلك. تحدثوا لنا باختصار عن هذا الواقع السوسيو اقتصادي على المنطقة. بطبيعة الحال لأن إعادة الهيكلة يعني وملائمة الشبكة الطرقية للحاجية الجديدة للجهة يعني أكيد غيكون عنده وقع إيجابي لا من ناحية الاقتصادية يعني من حيث إدماج الجهة في النسيج الاقتصادي الوطني، لا من ناحية ديال السياحة يعني سيتم ربط المناطق السياحية المعروفة يعني وأذكر بهذا الخصوص جهة إيميل شيل لأن تم الارتقاء بهذا المحور الجهوي إلى تصنيفه وطنيا وأقصد الطريق الجهوية 703 والطريق الجهوية 317 اللي كتربط جهة ديال تينغير بإيميل شيل مرون بالقصيبة في اتجاه جهة ديال بني ملال خنيفرة، وكان قصد إعادة الهيكلة ديال ناسيونال 13 جنوبا في اتجاه منطقة مرزوقة، وكان قصد إعادة الهيكلة ديال المحور الطريق الوطنية 17 حاليا اللي كيمر من بو عرفة كيجي من وجدة بو عرفة الرشيدية الريصاني وكيمشي تزارين وزاقورة يعني يعني سيكون هناك ربط بين الجهة وباقي الجهات المجاورة نعم. بطبيعة الحال يعني هذه المحاور يعني عندها صبغة جهوية وصبغة وطنية، أكيد بأن سيمكن من إدماج مرحلي للجهة في النسيج الاقتصادي الوطني. هذا غير كافي بطبيعة الحال لأن لابد من مجهودات أكبر نعم. وربما يعني لربط الجهة بالشبكة الطرقية الوطنية، وأكيد أن هذا يدخل في الأفق المستقبلية التي تبرمجون لها لتطوير هذه المنطقة. بطبيعة الحال يعني الأفق المستقبلية يعني غادي نواصلوا العمل في عدة محاور. كاين المحور ديال فك العزلة يعني هذا لا غبار عنه يعني أن البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية يعني يوجد في أطوار متقدمة نعم. والآن راه تقريبا البرنامج الوطني نسميوه ما سميناش البرنامج الوطني الثالث ولكن البرنامج الوطني للطرق القروية لتدارك الخصص دولوت كونتر لي ديسباريتي اونتر لي ريجون يعني لتدارك تكميلي للبرنامج الوطني الثاني نعم. للإشارة في هذه النقطة هذه يجب الإشارة بأن الخصص ما زال يعني مسجلا بحيث تم إحصاء مؤخرا ما يفوق 4900 كيلومتر من حاجيات الأقاليم بخمسة اللي كتكون هذه الجهة يعني واحد تكلفة مالية ديال 6 مليار و700 مليون ديال الدرهم يعني هذا سيمكن من الوصول إلى نسب
يعني متقدمه من نسبه الولوج الى الخدمات وتحسين مستوى المعيشي للساكنه القرويه وادماجهم في النسيج الاقتصادي المحلي وبصفه عامه النسيج الاقتصادي الوطني. يعني احنا نسبه العزله يعني رحنا في يعني ما كنتفوتوش مع النسبه الوطنيه، يعني رحنا في بالنسبه الوطنيه يعني 80 من 75 ل 80%، ولكن طبيعه المنطقه والمساحه الكبرى تستدعي منا مجهودات يعني اكبر لتحسين يعني مستوى الخدمه والولوجيات بالنسبه للساكنه الاقليميه. وهل هناك تفكير في انشاء طرق سياره بالمنطقه؟ بطبيعه الحال، وهذا هو صلب الموضوع. ولنكون صراحة بان الربط الجهة اقتصاديا بالنسيج الاقتصادي الوطني كيخلينا نفكروا جديا يعني بربط الجهة بشبكة طرق السيارة للمملكة. مؤخرا وزارة التجهيز والنقل رحنا بصدد إنجاز دراسة الجدوى كمرحلة أولى لربط مركز الجهة اللي هو الرشيدية بالشبكة الوطنية لطرق السيارة يعني في اتجاه جهة فاس مكناس، يعني واحد 270 كيلومتر. يعني هناك دراسه تنجز حاليا؟ هناك دراسه تنجز، دراسه الجدوى. يعني هذه تم تحديد مجال الدراسه لكل وارد ليتود، يعني غادي يدوز ان شاء الله الرشيديه الريش ميدالت زايده تيم حديث ويتم ربطه بالبيبول بين الطريق سيال بين فاس ومكناس. وسيمكن من ربط الجهه باتجاه الرباط او في اتجاه وجده. وفي الافق المستقبلي يعني ان شاء الله زعما غنعملوا زعما جميعا من اجل ادخال هذا الطريق في اطار برنامج العقده اللي كيتم التحضير له مع الشركه الوطنيه لطرق السياره ان شاء الله، لان اصبح يعني لان هذه هي الجهه الوحيده اللي تشتكي من عدم ربطها بالطرق السيارة. واكيد انها جهه فتيه وتحتاج الى العديد من المجهودات. الحمد لله راها واعيه بهذا الوعي. وسنعمل يعني جميعا من اجل ادراج هذا المقطع ان شاء الله في القريب العاجل. وكذا يعني وفي نفس الاطار الوزاره راها يعني دخلت اموال كبيره لاعاده هيكله الطريق الوطنيه رقم 9 وربط ورزازات المركز الثاني للجهه من حيث الاهميه بجهه مراكش للرفع من 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 السياحه في المنطقه في الجهه بصفه عامه. حديثا عن السياحه، ماذا يخص يعني الجانب الربط الجوي؟ اكيد ان الربط الجوي يشجع السياحه بالمنطقه، تحدثوا لنا عن الربط الجوي بهذا. يعني من ناحيه الربط الجوي ديال جهه درعا تافيلات، يمكن الاشاره بان الجهه حاليا تم عقد شراكه مع يعني مع الفاعلين، وتم تضمين يعني تضمين خط مباشر بين مركز الجهه اللي هو الرشيديه مطار منيع الشريف والمطار محمد الخامس الدولي. كم عدد يعني الرحلات يعني اسبوعيا؟ وعدد الرحلات يعني راه الحمد لله الان راه ثلاثه رحلات يعني أسبوعين. تغطيه يمكن القول بانها تغطيه شامله سوف تشجع السياحه بالمنطقه. وفي الافق القريب سيتم ان شاء الله ربط ورزازات يعني بالرشيديه باش كيكون واحد التبادل بين المركزين اللي عندهم اهميه بزاف في الجهه اللي هما ورزازات والرشيديه بطبيعه الحال. لان الرشيديه كمركز اداري ومركز الجهه ورزازات لافوكاسيون توريستيك ديالها ان شاء الله راه شاده المسار ديالها. وهذه الجهه ان شاء الله راه كما كنقولوا فهي وجهه مميزه يعني سياحيا في المغرب. يعني الفوكاسيون ديالها سيتون راه جهه سياحيه بامتياز. يعني وعندها الطابع بانها جهه حدوديه. اكيد. يعني كتربطنا واحد واحد الحدود كبيره مع الجاره الجزائر. يعني شرقا يعني والجنوب الشرقي والجنوب اقصى الجنوب. يعني راه حدود كبيره مع الجاره الجزائر. اكيد ان كل هذه المؤهلات تحتاج الى الكثير من المجهودات، ونتمنى لكم التوفيق في هذه المهمه، ونشكركم على جميع هذه التوضيحات التي قدمتموها لنا. حلقه وصلت الى نهايتها، نشكرك سيد حمداوي. اعزائي المشاهدين، شكرا على تتبعكم والى حلقه مقبله ان شاء الله.